أنا جائع جدا وأنتظر وجبة السمك بفارغ الصبر. ها؟ إنها سمكة صغيرة ولا تصلح لوجبة دسمة. ها؟ سرطان البحر سيكون لذيذا مع الزبدة والليمون، ولكن أنا من اصطاد سرطان البحر هذا. ما ألطفها، تشبه أمها. ماذا فعلت؟ لما تركته يذهب؟ لأنه أب لسرطانات صغيرة. غداء غداء، أنا جائع جدا. مساء الخير، أريد مائدة من فضلك. على الرحب والسعة، هل حجزت مكانا سلفا؟ لم أعلم ذلك قبل الآن. اسمحي لي بمساعدتك. أهلا بك يا سيدة لاتوش، إن منضدتك مهيئة، تفضلي. أعطيني الوشاحة سيدتي. التالي، جهز لي مائدتي الآن، فأنا على عجلة من أمري. هل أطلب لك حساء سرطان البحر؟ إنه طبق لذيذ جدا. مرحبا، كيف حالك صديقي؟ هل طعامهم لذيذ؟ سرطان البحر مع أقدام الضفادع؟ سرطان البحر مع سمك الهامور؟ حسنا، سأطلب رقم 5. اختيار موفق، العجين المحترق لذيذ وقليل من الفلفل. أنا ماهر في إعداد طبق العجين المحترق المفضل لدى الجميع. جائزة؟ لا 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 داعي، قطعة من الخبز والجبن هما كل ما أحتاج إليه. أنت ثانية، لقد أثرت الذعر والخوف في المطعم. انتبه على كلامك. لست من أحرقه. أخرج من هذا المطعم، هيا أخرج. أود أن أرى مدى قوتك بغير تلك الملعقة. ها، سرطان البحر، لقد هرب. أيها الطاهي المغرور. خذ هذه. أنا اضربني. خبز، لحم، بعض الملح، رقائق الشوكولا، أي شيء. أرجوكم. المطعم يتميز بمهرجان الأطعمة الرائعة. انتباه انتباه، هذا الطعام مكلف جدا ولا يرمى بهذه الطريقة. هيا لنهرب نحو المطبخ.
إنه طعام شهي ولذيذ. ها أنا ذا وحدي أخيرا. هل تملك المال الكافي لدفع ثمن هذه المأكولات؟ فثمنها 62 دولارا و40 سنتا ما عدا ثمن الفواكه والحلوى. لا يهمني فأنا جائع. اترك هذا الصحن من يدك كما تريد. مذهل على الروعة. المذاق معقد لكنه لذيذ، لم أذق في حياتي مثله. أنت طاه ممتاز أيها الوردي. كيف مكانك؟ أصبحت عارا على مدرسة الطبخ أيها الطاهي لوي، ولذلك سنستبدل بك طاهيا أكثر كفاءة منك. أرجوك يا سيدي إلا ملعقة الطبخ. كل ما حدث كان بسببك أيها الوردي. أتحداك في نزال للطهي. فكرة ممتازة، وسيكون الرابح زعيم المطبخ. قبلت النزال، لنبدأ. اختر الملعقة التي سطته بها. من أجل منازلة الطهي اليوم سأعد أشهر طبق لي، وهو سرطان البحر لوي. لن أسمح لك بالفوز في هذا النزال بسهولة، لذا كن مستعدا للهزيمة عندما أنتهي من العد. سنبدأ. 1 2 3 19. بقيت اللمسة الأخيرة وبعدها يصبح طبقي الشهير معدا. ذلك الوردي يفسد أي شيء أقوم به. علي أن أبعده عن طريقي وإلا خسرت النزال. سأريك. اترك يا لوي واستبدل به شيئا آخر. سأرى إن كان ذلك الطاهي المغرور سيفوز بالنزال. زيت الزيتون سأستعمل قليلا. التالي. ها هو ذا طبق الطاهي بينكي، قد أصبح معدا. سرطان البحر لوي.